مقتل مدني وإصابة آخرين بقصف صاروخي من قوات النظام استهدف الحي الشرقي في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. طيران النظام الحربي يشن غارات جوية على مدينة سراقب ومحيط بلدة خان السبل بريف إدلب. المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسون يقول إن أولويته في سوريا حث نظام الأسد على التجاوب معه والدعوة لتشكيل لجنة دستورية بأقرب وقت. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول إن الأوضاع في سوريا شهدت استقرارا ويضيف أنه سيتم القضاء على بؤر الإرهاب في أقرب وقت على حد تعبيره. انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لحركة أحرار الشام على طريق حزوان الباب شمال شرق حلب دون وقوع إصابات. منظمة الصحة العالمية تكشف عن وفاة 73 لاجئا سوريا غالبيتهم من الأطفال خلال الأشهر الأخيرة في مخيم الهول للاجئين في الحسكة.